خير لكل مشاهدي الام تي في اللي انضموا لنا اليوم الخميس 11 اب 2016. اخر مره حكيت انه قد ايه في هيك اسعار شوي غاليه بلبنان، ان كان بالمطاعم ان كان بنمط الحياه اللي عم نعيشه. فكرت فيها هيك، حسيت حالي اندمت شوي، لانه كمان فينا نعيش بلبنان بشيء كثير كثير بسيط. لما بنعمل سياحة داخلية بلبنان مش مضطرين أبداً أبداً أنه نسافر بالشمال، جزين، الأرز، المناطق اللبنانية يلي رائعة فعلاً. بكفي أنه نطلع ونشوف المناظر الحلوة، بكفي أنه ناكل منقوشة من أطيب منقيش لبنان على الطريق. ضم صوتي لصوت أنطوني الرحية اللي دايماً بيخدنا بمشاوير على لبنان على كل المناطق. ففعلاً هالويك أند اللي بعد ما برم مناطق لبنان، في كتير بعرف من العيال ومن الصبايا والشباب ما بيعرفوا ابدا المناطق اللبنانيه، فيلا ليش لا، من البحر للجبل، من الشمال للجنوب، ما بدها شيء القصه كلها ساعه ساعه ونص بنكون وصلنا لكل المناطق يلي بنحبها. اليوم حلقتنا منوعه وفيها اكيد مواضيع بتهم الجميع، من فاميلي للمهرجانات يلي عم بتصير كمان بلبنان وغيرها. خليني اشوف مع البير وفادي شو في. بونجور البير. بونجور فادي. بونجور كيف اليوم؟ كثير منيح مثل العاده. ملاحظين مثل العاده كيف الواننا هيك لابقه مع بعض اليوم؟ المود فكر نفس الشيء. كيفنا اليوم؟ فيري جود. شو رح نحكي اليوم؟ في مواضيع كثيره، رح نعمل جوله اكيد على كل الاخبار اللي عم بتصير بين امبارح وعشيه باب تو ديت. رح نحكي عن مهرجانات اهمج اللي عم بتصير بلبنان، رح نعمل احتماليه ريدس بي واتس كوكينج. قوية هاي، هيدي قوية، هيدي جديدة. رح فكرة جديدة تشرفنا اليوم. يا ريت هلا بجرب. ولو اهلا وسهلا فيك. ميرسي على العزيمة. فادي شو عنا؟ عنا بما انه عم نحكي اكل، في عنا قصص بالاكل بالتكنولوجي متعلقة بالاكل، اشياء كثير مهضومة هلا رح نشوفها سوا، وفينا نحكي كمان ايتمز شوي، طريقة تنقل جديدة بالمي مش غلط بالصيفيه. مزبوط هي هي. وانا والبير مثل ما قلكم بنبلش نهارنا باخبار اليوم بي اب تو ديت، خليكم معنا. البير رح نبلش بأول خبر لليوم، وهو خبر للأسف حزين. منرجع لتعنيف المرأة، منرجع لقتل الزوجة لأسباب تافهة جدا. هالزوجة يلي بالعمر العشرينات تقريبا، وزوجها كمان يلي بعمر العشرينات، لغيرة لمشاكل زوجية مثل كل الناس، قتلها بكل دم بارد بكعب الأرجيلة مثل ما قالوا التقارير البير. ولكن من بعدها قدر يرجع يعني يطعنها بالسكين، يتركها لحتى تموت لحالها، ويروح يرجع على المطعم يلي بيشتغل فيه مع خيّة، طلب منه 20,000 ليرة أجرة التاكسي، ما عطاه اياهم، حس انه في شيء غلط، اخذ بهالوقت 15,000 ليرة من موظف بالمطعم وهرب. بهالوقت راح الخي على البيت لحتى يشوف شو عم بيصير، ولقى اخته الضحيه ميمونه احمد ابو العائله يلي من مواليد 1996 متوفيه ببيتها. اكيد صار في يعني تحقيقات وقدروا يلقطوا المجرم، ولكن يلي صار كان صار للأسف. ف
ما بعرف، صدر عن مجلس بلدية القرقف محل ما هي عايشة بيان تلي رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي دين قتل المغدورة ميمونة أبو العائلة، وطالب الأجهزة الأمنية بإنزال أشد العقوبات بالجينة ليكون عبرة لكل شخص عم يكون ماشي بخط الظلم والقهر والتعنيف. وهي ضحية جديدة. طب رانيا شو بدك لك اذا انتو رخاص بهالبلد اذا القانون وتطبيقه؟ طب ليش يعني طب اذا عم بيكون هيك كل مره والقانون يعني بيشجع انه ما زال العقوبات قليله وما زال ما في هيدا؟ طب ما هي صح يعني كيف بدنا نقولها بشكل مهذب الجمعيات الاهليه البير، الجمعيات النسائيه، يعني اكثر من هيك ما بعرف قد ايه بعد بينعمل. يعني طالما الجمعيات الاهليه عم تشتغل ولكن الجهات الرسميه ما عم تتجاوب مع هالموضوع، الجمعيات الاهليه ما فيها هي تنص القانون، ف يعني خلص صحيح، ولكن بتطبيق القانون يعني كم مره بأب تو ديت انت وانا وكلنا صح قرينا هيك اخبار حزينه بنقول كل مره ان شاء الله تكون اخر مره، ولكن ما عم بيكون في شيء بخفف. وعن جد المرأة وكأنه هي شغلة يعني غرض رخيص مثل ما تفضلت وقلت ألبير. ماما عفوا، على كل حال رح ننتقل لشيء ثاني. خلينا نحكي عن الحدث الأولمبي الأبرز بريو دي جانيرو. صور اجتاحت صحف ومواقع التواصل الاجتماعي على صعيد العالم تعكس احترام للمبادئ والقيم والأديان على اختلافها. هيدا النوع من الأخبار اللي بحب أقرأ عنها. صور سيدات مثلت المنتخب المصري نافست سيدات المنتخب الألماني بلعبة كرة طائرة يعني فولي بول، والمفارقة هي بالزي اللي اختلف بين البلدين، لباس بيحترم تقاليد وعادات من جهة ولباس رياضي من جهة أخرى. كثير قوية الصورة. ولكن نعم، ولكن المهم هو أبعد من هيك، يعني رغم ملايين التعليقات لأنه هالصور برمت العالم وكثير ناس علقت، صورة بتعكس روح رياضية، بتعكس احترام لخصوصية كل بلد وكل عرق وعدم تشكيل مبادئ أي عوائق بالتقدم والمنافسة الرياضية، حيث أن الحضارات ورغم اختلافها فيها تلتقى تحت راية الرياضة وفيها يكون عندها نقاط مشتركة تتنافس عليها بكل روح رياضية حلوة. روعة، يعني مثال أنه يحتذى فيه بكل البلدين. على كل حال نحن بنتعب جهدنا خصوصي بلبنان لأن عنا هالتنوع الطائفي بأنه نعيش بهالطريقة. بفتكر الشعب عايش تمام، هن المسؤولين يلي بيخربوا الدنيا. رح ننتقل على أطعمة. الأفضل أو أنه بيكون في ضرر كبير إذا انحفظت بالفريزر بالثلاجة. بلش بالخبز يلي بينشف وكمان اوقات لما منشيله بيرجع بيصير هيك مثل كانه عجين، يعني بيتش بيصير مي، وكمان بينقص كثير منه فيتامينات. البصل لازم نحفظه بطريقه انه ما تطلع ريحته بالفريزر او بالبراد، نسكر عليه بطريقه انه تضبط. الثوم كمان لازم ينحفظ بمكان جاف وجيد التهوئه ليدوم اطول لانه الثلاجه ما فيها تحفظه لوقت طويل. الأفوكا لازم يكون محطوط بأكياس ورقية مفتوحة إذا ما بدنا أنه يعفن بسرعة، وإذا كان الأفوكا قاسي وفج بعد ما استوى مزبوط الأفضل أنه ينحط بسلة الفواكه لأنه بنعرف أنه بيعدوا بعض وما بعرف شو بيصير بطريقة بيولوجية كيميائية بيتحولوا. البندورة كل ما كانت البندورة أكثر برودة بتفقد المزيد من طعمتها الطبيعية. حفظ البندورة بدرجة حرارة الغرفة العادية بيعطي المزيد أو الطعم الأفضل لها. العسل هو الطعام الوحيد يلي ما بيصير له شيء حرفياً، وبالتالي مش بحاجة أنه نحفظه بالبراد، فينا نحطه بأي خزانة للأكل. الكعك إلا الكعك المصنوع من الآيس كريم أكيد بدوم لنفس المدة إذا انحفظ بكيس مسكر كتير وما بيجي عليه هواء، مش ضروري نحطهم بالبراد. البطيخ يعني لما منقطع بطيخ بالنهر دغري بالنهر بيسقع. بس أهم شيء أنه لما منقطع البطيخ ينحفظه بالنايلون، بالنايلون اللي بيلزق بركة، وأكيد بالبراد. يعني القهوة
في كثير ناس ايه في كثير ناس بيفتكروا انه اذا حطوها بالبراد بتضلها بتضاين اكثر بتضاين بركي اكثر شوي من لما تتركيها. على كل حال ما لازم تبقى اشهر طويله مفتوحه لانه بتخسر نكهتها، ولكن ما بيسوى البراد. بتاخذ الطعمات يلي موجوده حواليها بالبراد، يعني مش بس بتروح طعمتها، بتتغير طعمتها كمان. اورايت. خلينا نحكي شوي عن تنظيم داعش المتشدد يلي نشر شريط فيديو بيحث فيه مناصريه علشان هجوم ارهابي خلال مسابقه ملكه جمال الكون مقرر تنظيمها بالفلبين مطلع العام المقبل، حسب ما ذكرت صحيفه ديلي ميل البريطانيه. قالت الصحيفه انه التنظيم المتشدد اقترح على الاشخاص الموالين له بالفلبين صنع قنبله لاستهداف الحفل المقرر بكانون الثاني، كما شرح آلية تفخيخ الحزام يلي بيستخدمه الانتحاريون. يشار إلى أنه داعش حريص على تأكيد تمدده بجنوب شرق آسيا، وكان قد أعلن بنيسان الماضي ببيان على الإنترنت تفجير 7 عربات نقل للجيش الفلبيني ومقتل من فيها دون ما يكون في أي تعليق من حكومة مانيلا. حلو جان، واقفين نكون حلوين. جانا بعتذر جانا على الأجواء التراجيدية. رح ننتقل لاخر خبر لليوم، رياضة المستقبل. كنا عم نحكي عن شو هي الرياضات الاولمبية، ان شاء الله يكون في حركة فيها. ابدا غلطان كثير. الدرون هالطيارات يلي بلا طيار صارت على الموضة انه يكون فيهم مباريات بقيادة هالطيارات، اكيد بالطريقة الالكترونية. سباق هالطيارات هي الرياضة يلي رح تغزو العالم بالمستقبل. تم لهلا تنظيم عدد كثير كبير من البطولات المحلية والوطنية والعالمية، كان اخرها بولاية نيويورك الأمريكية. الخبر اللافت ما كان بأنه صار فيه مباراة، إنما بأنه نقلت مباشرة على الهواء من محطة ESPN وتبع الملايين من العالم. هالقد صارت مهمة ألبير. إمارة دبي اللي تعتبر سباقة بتبني المشاريع التكنولوجية والابتكارات المستقبلية نظمت أول بطولة عالم لسباق الطيارات بلا طيار خلال شهر أدار 2016، وشارك فيها أكثر من 250 متسابق. بلغت قيمة جائزتها الأولى 250,000 دولار أمريكي. نايس. وأكيد رح بيكون هالموضوع مكمل لقدام بعد، لكن صار لازم ينعمل اولمبياد لكل شيء له علاقه بالتكنولوجي، من الروبوتس اللي بيعملوا بحاربوا بعضهم للدرونز عم تحكي عنهم لكل هالاشياء. رح ننهي اب تو ديت بصوره اليوم اللي اخذناها من الكوره. مشاهدينا الطقس رح يبقى شوب غائم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحراره خاصه بالمناطق الجنوبيه. حلو كثير الصوره، طاقت طبيعه يعني هيك نرجع على بيكنيك. ثانك يو البير. رح تنتقل على سادي لا تكنولوجي وبرجع بلاقيكم بعد شوي.